اذا احنا بامكاننا نبني سمبل ار سي فلتر. السمبل ار سي فلتر هو عباره، هذا طبعا واضح انه لو باس، وراح احكي انه الامبيدنس تبعت سي هي 1 على جي اوميجا سي، والامبيدنس تبعت ار هي عباره عن في عندي في انبوت وعندنا في اوتبوت اوف تي. ولو جينا قسمنا الان في اوتبوت اوف تي على في انبوت اوف تي تتساوي، راح اعملها فولتج ديفيجن. فولتج ديفيجن الاوتبوت بيساوي هذا مقسوم على مجموعه التنين مضروب في في انبوت، فراح يساوي عندي 1 على جي اوميجا سي على ار زائد 1 على جي اوميجا سي. نضرب البسط المقام في جي اوميجا سي، شو بصير عندي؟ بصير عندي 1 على 1 زائد جي اوميجا ار سي. هلا هذا طبعا لاحظوا انه هذا بيمثل فيز وبيمثل جين بنفسه، مزبوط. الفيز راح يكون عباره عن زيرو ناقص الزاويه اللي بتطلع عندي هون اللي هي ار كتان اوميجا ار سي، مزبوط. فالزاويه تبعته يعني اذا بدي اعمل بلوتنج الان بودي بلوت، الزاويه بتكون عندي ثيتا بتساوي ار كتان او تان ماينس 1 اوميجا ار سي على 1، بس في ماينس مزبوط فيها لان هي تحت فيها ماينس، بتصير ماينس، فبتصير هاي الزاويه ماينس ار تان اوميجا ار سي على 1. طبعا لاحظوا هون الفريكونسي لها اثر، كل ما بتتغير الفريكونسي رح تتغير هذه القيمه اللي موجوده هون. الجين بدنا نسميه مثلا جي، رح يساوي الماجنتيود على الماجنتيود، مزبوط. قديش الماجنتيود اللي تحت؟ راح يكون الجذر التربيعي هون عندي جي، فلازم اخذ مربع زائد 1 زائد اوميجا تربيع اوميجا سكوير ار سكوير سي سكوير، مضبوط. هلا لاحظوا هون لما تكون الفريكونسيز منخفضه جدا عندي شو بكون الجين؟ لما تكون هاي قيمتها صغيره جدا هون، هاي لوين راح تروح؟ لواحد. فعندي اذا ات لو ات لو فريكونسيز الجين راح يروح الى 1، وطبعا اذا بدي احسبه ان دي بي راح يروح ل 0. ات هاي فريكونسيز الجين راح يعمل ابروتشنج، راح يصير الواحد صغير بالنسبه لهدول، فراح يصير 1 على اوميجا ار سي، 1 على اوميجا ار سي، اللي هي هاي اذا بنرسمها احنا في اللوغاريتميك سكيل راح تكون خط معي كلوغاريتم، وهاي طبعا بتصير زيرو، بصير عندي هيك هون. من هون اجوا هذول الخطين، لان احنا بنقول ات هاي فريكونسيز عماله بيقترب من هذا، وات لو فريكونسيز عم بيقترب من هذا الخط، وبينهم طبعا حتكون الماينس 3 دي بي بوينت، اللي هي ماينس 3 دي بي بوينت هون رح تكون مساويه لما هذا يساوي 1 على جذر التنين. فاذا ات هاف باور، لما يكون عندي هاف باور بيكون عندي في اوت على في ان بيساوي 1 على جذر التنين، مزبوط. اذا بصير عندي 1 على جذر التنين بيساوي 1 على جذر 1 زائد اوميجا سكوير ار سكوير سي سكوير، مزبوط. فبصير عندي هلا هون بدي اربع الطرفين، فبصير عندي 2 بتساوي 1 زائد اوميجا سكوير ار سكوير سي سكوير، ننقل الواحد بصير عندي اوميجا سكوير ار سكوير سي سكوير بتساوي 1، اذا اوميجا بتساوي 1 على ار سي جذر ار سي، واف طبعا بتساوي 1 على 2 باي سكوير روت ار سي، مضبوط. 1 على ار سي صرنا بش ار سي عفوا. اذا هاي صارت، هذا فيري سمبل فلتر، فيري سمبل، لكن هذا باسيف فلتر. فلاحظوا انه الفلترز نوعين، في عندي باسيف فلترز والباسيف فلترز اذا بدنا نحطهم نعرفهم دو نوت كونتين باور سورسز، يعني اكزامبل اوب امبس ما فيهم اوب امبس. الاكتف فلترز راح نشوف هلا مثال عليهم contain power sources. هذا الفرق بين الاكتف فلتر والباسيف فلتر. هلا خليني اجاوب سؤال انت سالته عن لو انا بدي اعمل سكند اوردر فلتر، في عندي من ار سي وار سي، بقدرش احط، هلا بقدر احط بس ما بقدرش احسب العلاقه بسهوله، بقدر احط ار سي ان سيريز مع ار سي. ف
فخليني احكي او خليني اوقف هذا ونبدا فيديو منفصل. بس مش المفروض نحط انسليبي.